نسمع. هذايا الاول شوف هذه صارت مغالطه ونعتبرها. لا خل نفسر يعني الخليفه يحكي على ثلاثه نواب من الاتحاد الوطني الحر كانوا امضوا على الطعن الخاص بهذا القانون امام الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين، ومن بعد لقاء رئيس الجمهوريه بسليم الرياحي ولات فما قضيه ضد التدليس وسحبوا ما نشحنا اللي صححنا واتهموا الغازي الشواشي واحمد صديق اللي تبناوا هذه العريضه بالتدليس. يا اخي شنو كان فيه لقاء رئيس الجمهوريه بدرجه هذه غير المواقف نتاع الرئيس ونتاع النواب؟ شوف اللقاء كل معناها عنده مكانته، ما عندهمش حتى علاقة ببعضهم. الاتحاد الوطني الحر صوت مع قانون المصالحة الوطنية المصالحة الإدارية في شكله الحالي لأنه كان مشروعنا ودفعنا عليه الفصل هذا، لكن الطعون هذه كانوا أمضوها النواب متاع الاتحاد الوطني الحر ثلاثة نواب على النسخة الأولى. هذه راي صارت مغالطة وأنا يؤسفني نواب شعب الدين اليمين الدستورية معناها ويعملوا عملية تحيل، معني هاوش عملوا مع نواب الاتحاد. نعم نعم تحيلوا على إمضاءات زملائهم. أنا زميلك أعطاك إمضاء وقال لك هذايا راني معاك في الطعن في الدستورية مشروع القانون الأول الذي يخلط الإداريين برجال الأعمال وتستغلوا. كاين واحد عطاك انت معناه توكيل باش تبيع له سياره يمشي يبيع لك دار، كان اودعوا في مجلس النواب عاود خرجوه باش يبيع لك معناها سياره، يمشي بنفس التوكيل يبيع لك دار يقول لك عاد انت ما سحبتش التوكيل نتاعك.